نعود من جديد لنواصل دائما حول ما جاء في الاتفاقية التي أبرمت بين الوزارة ديال التعليم شخص بن موسى ووزارة المالية والاقتصاد والأكاديمية فيما يتعلق بكيفية تسهيل يعني والمواءمة ديال صرف الأجور ديال أطر الأكاديميات أو الموارد البشرية. إذا حنا تفهمنا بأن فعلا ما كاينش تنزيل ديال القوانين والنصوص التنظيمية والتطبيقية ديال التوظيف الجهوي الجاوية الموسعة لمن غيخرج التوظيف الجهوي لا تمركز الإداري إلى آخره. وفعلا كان هناك رقم مالي ممركز في البي بي آر إلى آخره، مديرية صرف النفقات ديال الموظفين تعطاهم رقم يعني تأجير بالبي بي آر، ولكن بقاو غاديين أن الوزارة ستلتزم عندها يعني صرف يعني تحويل المساهمات ديالها بصفة منتظمة ريغولي، ولكن كاين هناك مساهمات تكميلية ما يخص مثلا الترقيات إلى آخره، إذا كاين هناك متدخلين آخرين. إذا جوت للآخر ومن يبغاو يصرفوا يشيرون إلى صرف المستحقات ديال الموارد البشرية بين قوسين أطر الأكاديميات، كذلك تصرف الأجور الشهرية ديال الموظفين ديال الموارد البشرية في نفس التاريخ ديال في نفس التاريخ ديال صرف الأجور الشهرية ديال الموظفين. ولكن تزيدوا تضيفوا واحد العبارة، في حدود الأرصدة المتاحة، يعني صرف هذيك الأرصدة يعني الأجور الشهرية ديال الموارد البشرية تكون فعلا في نفس تاريخ ديال الصرف يعني الأجور الشهرية ديال الموظفين، ولكن في حدود الأرصدة المتاحة. إذا ربطوها هنا مع خاص تكون الأرصدة متاحة في حدود دون لو ليميت ديال الأرصدة تكون متاحة. إذا في حالة لما كانش الأرصدة متاحة، إذا ماذا؟ ما هو المآل؟ إذا هناك متدخلين آخرين. إذا كان يعني هما تيقول لك كاين واحد التأمين بأن المسائل غتكون غادية مزيان إلى آخره، وما غيكونش هناك شي تأخير إلى آخره، هذه عارفينها. ولكن هذيك العبارة ديال في حدود الأرصدة المتاحة بغينا نعرفوا علاش ضافوها، يخرج شي واحد يفسر لنا علاش ضافت هذيك العبارة ديال في حدود الأرصدة المتاحة. إذا ماذا لو لم تكن الأرصدة متاحة؟ ماذا لو لم تكن الأرصدة متاحة؟ إذا واش غادي توصلوا بالأجور الشهرية ديالهم ناقصة مثلا من هذيك مساهمات تكميلية إلى آخره؟ إذا من بعد نشوفوا لكم شي حاجة أخرى. كاين حل الفلي الناموسة من الهم ديالها ودور 120. واعتذر للاخوان، واحد الاخ رج قال لي ان هذيك نمي ما نمي. انا هذه الكلمه تتخرج عفويه تنقولوها عادي ماشي ما تنعنوا بها حتى شي حاجه، قال لك حنا عندنا راه تعني واحد الحاجه اللي هي اخرى. انا اعتذر من الاخوان، وما كنتش اول مره فعلا تنسمع بان تعني هذيك المصطلح اللي قالوا الاخوان في الشمال، فانا اعتذر كما القصد ديالنا اول مره تنسمعها. يعني هذيك عبارة تخرج عفويا من عندنا عادية، تنهنوا بها الإنسان من تيكون طالع ليه الزعاف ونم وهذاك الشيء، تنهنوا بها حنا غير الهم ولا الكظر ولا شي واحد تيكون مقلق يقولها، ولا نعني بها أي شيء آخر. ونعتذر للإخوان وسنحاول أن باش ما تبقاش تخرج إلا إذا خرجت عفوية مرة، سمحوا لنا ونعتذر ودوروا
120 دائما.